أول حديقة للتزلج في سوريا فتحت أبوابها للأطفال في مدينة قدسية بريف دمشق على مساحة تقدر ب2000 متر مربع، بمبادرة من فعاليات رسمية وأهلية بهدف إيجاد أماكن لعب آمنة وممتعة للصغار. الحديقة الأولى في سوريا والوحيدة، وتعتبر من الألعاب المميزة ومجاناً من الساعة 9 صباحاً للعاشرة مساءً. نحن ارتقينا أنه يكون هاي السكيت بارك بإتسيا لأنه قريبة من قرية إتسيا، قرية الإسو إس. أكيد الدخول بشكل مجاني، وحيكون في رقابة من قبل فريق المتطوعين، هن اللي حيقوموا بتدريبهم والإشراف عليهم. سكيتيد's mission is to empower kids. منظمة سكيتيد بلشت عام 2009، يعني قبل 10 سنين. بلشت أول شيء بأفغانستان، ومنها انتقلت على فلسطين ورواندا، وبنت العديد من حدائق التزلج حول العالم. هلا الفرق في سوريا إنه أول مرة سكيتيد بتاخذ خطوة استباقية وبتبني حديقة تزلج خارج قرى أطفال إسو إس، يعني ضمن المجتمع، وبتخلي أطفال إسو إس يلعبوا فيها كمان. هذا الشيء بيساوي تمازج بين الأطفال اللي هنا بسكيت إيد وبرات سكيت إيد، لحتى يعني يصير في فائدة للمجتمع للأطفال بإسو إس بنفس الوقت. In the open area for the public, for all the kids. نحن بنشجع كثير هلا الجمعيات لأنشطة تنموية ترفيهية، لأنه بمنطقة مثل إتسيا نحن في عنا كمان معاهد لعناية بالأطفال وخاصة أطفال التسول والتشرد. نحن هلا متأملين يصير في تعاون أكثر لحتى كمان يكون في لأطفالنا بالمعاهد وجود هون نوع من أنشطة. نحن عم نسعى إنه الطفل يكون في له مساحة صديقة للطفولة، خلينا نسميها، يحسن يمارس هوايته، يحسن يتعرفوا على بعضهم. نحن مبسوطين بحديقة التزلج، مدربين اجوا لهون ودربونا، ونحن بنحب هاي اللعبة كثير يعني، وبنشكر كل شيء سوى لنا هاي اللعبة. كنا نشوفها بالأفلام، كنا ما نعرفها، نشوفها بالأفلام تحمسنا لنتدرب عليها ونلعب فيها، انبسطنا فيها وتدربنا وصلنا نعرف نلعب.